طبعا بتسألوا عن الحالة اللي دخلت لنا مبارح، هاي بسموها conjoined twins. تمام، نسبتها بتصير 1 لكل 50,000 حالة. طبعا الالتصاق بيكون في أكثر من مكان، يعني حسب الحالة. الحالة اللي شفتوها معانا هي بسموها ثوراكو مفالو بيغاس، اللي هو بيكون الالتصاق ناحية الصدر والبطن من الأعلى. تمام، هلا الحالة الموجودة عندنا بالحضانة الموجودة هسا، الاتصال بمنطقة الصدر بيشتركوا الطفلتين، هم طبعا بنات يعني، بيشتركوا بقلب واحد. تمام، هلا على المدى البعيد هدول شو راح ينعمل لهم؟ المشكلة الالتصاق الثوراكو اللي هو من منطقة الصدر غالبا يعني عالميا بيكون باد بروجنوزز، يعني على المدى البعيد راح يكون سيء للطفلتين. حتى لو حاولنا الفصل نستغني عن طفلة ونحاول نحافظ على طفل ثاني اللي هو القلب، وهذا اللي هو على المدى البعيد البروجنوزز مش منيح، يعني نسبته مش كتير.